بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سلام الله عليكم أحبابي في الله. في هذا الدرس الجديد، تلبية لأسئلة بعض الإخوة الكرام، سوف نشرح طريقة برمجة حاسوبك لكي يغلق في أي وقت أنت تختاره. فقد يحصل مثلا أنك تقوم بتحميل برنامج معين، مدة هذا البرنامج يعني مدة تحميل هذا البرنامج ساعة من الزمن، ثم يأتيك مثلا اتصال هاتفي أو ما شابه ذلك وتريد إغلاق حاسوبك وتخاف على النسبة التي وصل إليها التحميل، فتستطيع برمجة حاسوبك مثلا لكي يغلق في بعد ساعة من الزمن أو ساعتين أو ما شابه ذلك. فكل ما عليك الفعل هو تحميل هذا الملف المضغوط، بعد يعني تحميله فهو يعني برنامج صغير جدا، تقوم بفك الضغط عليه على أساس يعطيك أيقونة بهذا الشكل. تقوم يعني الضغط على الهاتف الأيقونة لتثبيت هذا البرنامج الصغير جدا، تضغط على أي أجري، ثم تقوم باختيار جميع الاختيارات، ثم تضغط على Next Install وتصبر لحين ما يثبت البرنامج. لاحظوا معي بسرعة كبيرة، بعد أن يثبت البرنامج سوف يعطيك أيقونة بهذا الشكل على سطح المكتب. طبيعة الحال تقوم بإعادة تشغيل أحسن لجهازك حتى يشتغل البرنامج من دون مشاكل. بعد أن تقوم بإعادة تشغيل لجهازك تقوم بالضغط على أيقونة البرنامج التي سوف تجدها بطبيعة الحال بعد تثبيته على سطح المكتب، ثم بعد الضغط عليها لاحظوا معي يظهر لي أيقونة البرنامج أسفل هنا، علي أقوم بفتحه أضغط عليه سوف يكون بهذا الشكل. على أساس مثلا أضبط جهازي لكي يغلق بعد ساعة من الزمن أو أي وقت تريده، تضغط على هذه الأيقونة الخاصة بهذا البرنامج على أساس تنبثق يعني صفحة أو الواجهة الرئيسية للبرنامج بهذا الشكل. كل ما عليك فعله مثلا تختار هنا هذا الاختيار بهذا الشكل، ثم تضع هنا يعني الوقت الذي تريد أن يغلق فيه الجهاز. مثلا إذا كنت تريد بعد نصف ساعة من الآن تقوم بوضع هنا 00، ثم تقوم بوضع هنا 30 دقيقة يعني بهذا الشكل، ثم يعني تختار هنا إذا كنت تريد مثلا عمل يعني إغلاق أو الريستارت أو إعادة تشغيل. فإذا كان بطبيعة الحال تريد الخروج من المنزل وتريد أن يغلق جهازك بعد ساعة يعني من الآن أو نصف ساعة من الآن، تقوم بوضع نصف ساعة هنا ثم تضغط شوت داون، يعني تختار شوت داون ثم تضغط على إنيبل. فلاحظوا معي يطلع لي رسالة هنا يقول لك بأن الجهاز سوف يتم إغلاقه أوتوماتيكيا بعد نصف ساعة من الآن. بالتالي فقد يعني تضع يعني جهازك ويعني تخرج من منزلك وسوف يتم إغلاقه مباشرة أوتوماتيكيا بعد نصف ساعة من الآن. فنضغط مرتين أخرى يعني على البرنامج لإلغاء يعني هذه الخاصية، تضغط على Disable. بالضغط على Disable فخلاص يعني تلغي يعني إغلاق جهازك بعد نصف ساعة من الآن. فتستطيع وضع مثلا ساعة أو ساعتين حسب يعني الوقت الذي تريده، يعني مثلا لو كان ساعتين أضع يعني 02 هنا عليين 0 يعني 2 بهذا الشكل، وأضع هنا 00 يعني بعد ساعتين، ثم أضغط على إنيبل. لو مثلا تريد أن يغلق جهازك يوميا في وقت محدد تقوم بالضغط هنا وتضغط على دايلي هذا الاختيار، ثم تقوم بتحديد الوقت الذي تريد أن يغلق عليه جهازك يوميا. مثلا لو كنت أريد مثلا على 10 مساء أضع هنا 22، وإذا كنت أريد مثلا الساعة 10:30 مساء أضع هنا 30، ثم يعني تختار شوت داون ثم تضع يعني العلامة على هذا الاختيار وتضغط على إنيبل. بعد الضغط على إنيبل سوف تطلع عليك رسالة هنا يقول لك بأن الجهاز سوف يتم إغلاقه يوميا على الساعة 10:30. بهذا أحبابي في الله تستطيع التعامل مع هذا البرنامج وإغلاق جهازك في أي وقت أنت تريده. فقط يعني قم بتحميل هذا البرنامج الصغير وتثبيته ويعني اتباع يعني الشرح وتستطيع التعامل مع هذا البرنامج. أتمنى أن الدرس قد راق لكم أحبابي في الله، نلتقي إن شاء الله في دروسات قادمة. لا تنسوا في الأخير زيارتنا على موقعنا www.toglia5.com وزيارتنا أيضا على صفحتنا على الفيسبوك facebook.com/حوحال981 full. في أمان الله.